السلام عليكم ورحمة الله، انتم شحالكم يا اهل باس اخر؟ جيتكم انا خالد الخماني بحلقة جديدة من برنامجكم اراء وحوارات الشباب الموريتاني. مستضاف لكم الليلة الضيف الكبير والمدون والمقني الشهير الناس الكبار، ولاهين نحاولوا كان نعطوا دقائق شوي ساب من بدو بين مع الجناس، وأكلين نعطوا المايك يعود يقدم لكم تحية ضيف قني عن تعريف الناس الكبار، مشرفين به الليلة معنا، مرحبا به وخير. أهلا بكم، السلام ورحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، راني محييكم كاملين من المنبر، منبر الأخ الصديق العزيز المرشد الاجتماعي اللي ما ينجهل. قالوا عن مثل خالد الحقيقة ما ينجهل، راني محيي خالد الخوماني، محييكم كاملين من على منصته مولي جهل العيان تعرف عنه وجريحتهم العياني بعد الله خالد، أنا ماني فيه أنا الله خاطر وضيف، واخترت الليلة لين دعاني خالد للبث لأن نستجاب بي اللي شرف لي قاع الحقيقة ظهور معه. خالد قال لكم على الأسئلة تطرحوها دور تجاوب كامل الأسئلة، طبعا لسه من طبق على الأسئلة الأديبة اللي داق الطريق، شي ما داق الطريق ما فالكم انتم ما تطرحوه، خالد ما يقدموه أنا ما نجاوب بعدي. يا مرحبا وسهلا واخير. والشباب منكم عنده سؤال يكتبوه في تعليق وراني لاهين نتم أنا نقرأ عليه للسلسلة، لأن بدو لأن أطرحان عليه سؤال شوي. أنا كنت ناقش أنا والآخر كريم ناس كبار سابق نجهون القضايا الاجتماعية، وقلت صورتوا شن هنا وجهة نظر في كثرة الطلاق في المجتمع الموريتاني في الآونة الأخيرة وسبابه، من درايه كان يقد عودوا عليه تمو موريتان عندهم ايد في ذي النسبة المرتفعة من الطلاق والله لا من الرجال، ونختار جواب وتعودوا سامعين ومن عنده هو. انا قاعد فهد قالوا لي قال يسوى بشت نظرك في ارتفاع نسبة الطلاق في موريتان. السلام عليكم ورحمة الله. وجهة نظري انا ظهر لي عن كثرة الطلاق في موريتان أسباب هم اللي لا زاد كثرة الزواج، زواج ضركاتية في موريتانيا ياسر يا غير مين تتخلص الأسس اللي مبني عليها الزواج في موريتان، والله الأسرة الموريتانية ذيالك ما باس واهية الأركان، يجبر راجل يجبر مرأة الشارع والله في تليفون الفيسبوك والله الواتساب والله ميسانجر ليلة والله ليلتين لهم هم شادين أخبار الخيمة ولا يعودوا في بلد يا ما تعرف طبيعته وما يعرف طبيعته. طبعا نحن الشباب الموريتاني فينا ظاهرة عن أي حد منا عاد عنده نظرة لأنه يستدر لابد يمشي يدبر الوتر ما يكريها ما يعريها، لابد يلبس الباس زين ويظهر ذاك المظهر، وذاك المظهر خداع دائما يتخيل عليها عن الراجل راكب تيكس ولا راكب فيويت ولا راكب رانجوفر انه معناها انه عنده الفضل لابس دراعة من نسبي وهريو دير لي بنتو 20,000 ولا 30,000 حسب مثلا ذا اللي جايو دعليات فيهم شي ما يعشيه مليون، وفيهم شي تكفاه 20 وفيهم شي تكفاه 10 ويمشي وتو يتخيل هي تقول انا قاعد جبرت ملياردير يقول لها عم بو هو مالك المرصة الفلانية والشركة الفلانية وقدروه الفلاني بو هو المعدل هو المقاول والمبنى الرئاسي بانيه بو، تقول هي انا رايت حلو بحاسيها قاعد لين استغنى ونغنيه لي ونمشي بهم شور تركيا والله فرنسا والله جزر المالديف تو منين يعود معاها تعطينا عريم والله ثلاثة والله شهر والله شهرين حسب اللي قد هو يقاوم ذيك الكذبة قد مثلا يقومها من التقويم، منين الكذبة تتواهد وما تلقى استقام يقوم المشاكل يقوم الديقات من هنا تجيها نصف المرأة من ناحية، لأن هي جات لراجل متخيل أنه عنده الفضة وأنه ريوه أنه لي حقق لها أحلامها وأحلام أبوها وأمها وأحلام أخواتها وأخوتها، في النهاية عقب هو ما يقدر يحقق شيء قاعد بس. المسألة الثانية عن يعود الراجل عنده الفضة يا غير ما هو مستعد يخويها شي يعطى 100 سنة يحصله والله محصلوا لأبوه يخويه هو في ليلة واحدة والله ليلتين على مرأة في شي ما هو مهم تصبح هي مولي من فقعهم مالك ما تعدلي تشري لي وتشري خويا وتعدلي وتواسيلي
واللي من الافكار ما هو عندها تقعد مع صاحبتها والله اختها والله تقول لهم الريم فلان مالك ما تقولي له يشتري لك 13 برو ماكس ومالك ما تقولي له يشتري لك تيكس ومالك ما تقولي له يسكنك في الصحراء ويشتري لك دار ويعدل لك ويواسيلك تبقى هي اللي تجنب سكينة. انا صاحب ترايه مش ريال هويته وانا صاحب ترايه معدل لك كذا وانا صاحب ترايه معدل لك كذا وانا لا بد لي يعدل لي ما انا الا من غزيه ان غويت غويته وان ترشد غزيه ارشدي. هذه المساله هذه النظره هون بالنسبه لي انا خاطئه. انت قسم بك الله تبارك وتعالى فقير قبليها وتسعي والله لا تقولي عند راس قسم بك الله تبارك وتعالى غني قبليها غير مولي قبلي عنه هو ما فلت وما دايرها لك انت وفلت يدور يعدل لك بها شيء مطابق شيء مطابق راه هو شيء مطابق الا شيء مطابق يعني الضروريات خليك من الكماليات ما لا بد منه كيف مثلا ود الشقال اي ما لا بد منها والراحه في اسبان فرنسان تقدر تستراح هنا تيا في 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 ركيز عند جوخه تقدر تستراح هنا تيا في حاجه البحر تقدر تستراح في بوادي تعطي تقدر بعض تقيس هون الاغلاد اللي شرق الدين تعطي من عرض نزق له 10000 والله 20000 تقول له اه انا ليه نقيس لا باري والله اللي ينقيس لك كذا هذا مو صالح خالك شنو قال الكماليات ما لابد منه مثلا انت عندك انت عندك تلفون اه انت راك تشتري تلفون اخر ارقى منها جات تبدلها لي والله تشتري واحد اخر انت عندك وتا آه انا ما ندور ذي الوتا انا ندور في ويت والله هذا كمالي من هنا تياها ولا لابد منه واول كثر الطلاق كثر الخلافات في الاسر الموريتانيه يا الله المراه الموريتانيه تتفهم الرجل الموريتاني موريتان من الاساس دوله فقيره والدولة منين تفقر معناها عن الشعب أفقر ونتعاونوا يعني ذاك اللي حبه الله تبارك وتعالى بنعمة وعاد مع صاحبتك أنت ما معناها عنه يعاتيك صاحبتك أنت معناها أني أنا يلا نعود صاحبه وهو في الفعل أنا اللي نعدل لذاك اللي حق طاقتي عندي باش نشتري لك دار اللي نشتري نسكنك فيه عندي باش نشتري لك وتر اللي نعدلها كله على حسب طاقتي هو يقول تعودي صاحبتك أنت خليلتك ورابي معاك بلا صاحب واحدة شهور مبود والله شهور ملقى المراير والله باديه خلوه جيتوا للدشره هي جبرت راجل غني وانت جبرت راجل فقير ما تبغي والله عندك طموح هنا اللي يجيك راجل غني عدل لك ذاك اللي مونك عندك وذاك اللي لاحق خلاك مع اني نستثنى هنا عن فيه شابات موريتانيات نساء عاقلات ولا مفيسلات ومن تقبض واحد منهم راجل تقبض على حسبه يعني ما تكلفوا بما لا يطيق وانا الحمد لله هذه المساله جربتها وشفتها وعشتها والعائلات الموريتانيات الصالحات اللي ما فيهم واحد يتكلف راجل شي ما عندوش ولا فيهم واحد يدور عنده شي ما عندوش حتى عن العائلات المساله ضروريه وشايفه هي انه ما عنده ما تسولوا عنها ولا تقولها له حتى اذا تلوى يتكلف فيها تقولوا انها ما هي مهمه هذا شاهدته هون يا غير مولي اكثر ذاك الاخر والحكم الاغلبيه طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك المقني والاستاذ ناس الكبار الناس الكبار من درا كانك مجهز طلعه ولا سنتين اللي تحكيهم منا حالا بين مع تكثر الناس نعودوا نواصلوا برنامج راح لي عن حلقتنا الليله ولا مرجن الناس كيف شي كيف شي كل شيء اللي يجي فيها كل شيء اللي نقفضوا منه طشه و ايه اللي قدرنا نحكي لكم طلعه والله انتين لين وفينا من مجال الاسره و... خلق طلعه مديح النبي صلى الله عليه وسلم تقول محمد مارقها الحفي نبغيه ولاه قدامه به المستوجبها عليه الصلاه والسلام محمد خاتم الانبيين وامام الرسل وجاب الدين واخلاقه زينين ولا زين على ولاد بسلام وكون يحس وينعت الاثنين عزة محمد وكرامه به اللي جاب النور لين الكفر عمان ظلام وفي ذاك جرح ما همين اقدام ومزين اقدام وقضات ليالي في تبين الحق قضات ايام وعرفنا دين فصلنا بين حلاله وحرامه والشفيع في الادميين يوم القيامه لقام وذاك لا محمد مزين وفقت الشده تبرام معناها بعد المسلمين على بغيه ما يلتام محمد مارقها الحفي نبغوه لا يقدام به المستوجبها عليه الصلاه والسلام. صلى الله صلي على محمد وعلى صحبه وسلم. نحكي لك طلعه اخرى تقول دار مسبالي من لو جاعش ما نعرف شنو هو وقع. دار مسبالي من لو جاعش ما نعرف شنو هو وقع نقيم واعدها من طاع لمجيها واصلي نبغيها ومنين يجيها الاتساع يغلبني يحكمني فيها
نعرف فيها حد في منجاع وجيه، وكان مغليها مات فيها وضياق الباع عليها، عدت جوليها وبكيت لين فرقت دماع دموع العينين عليها. ونختير رموعين بعين مازال دمعتها فيها يعريها لي، نختير لين يجي للدار نهذريها. خرجتك انك تحكي طلع على المرشد الاجتماعي علي انا من خالد، هذا راني قايل لكم ابتداء من الليل ان شاء الله وخالد طلع هنا تيا غير ماني حاكيه لي، نعدلها لكم مفاجاه الصبح ان شاء الله لي نطرحها على صفحتي خاصه بخصال خالد والطريق اللي كانت خالد والهدف اللي عند خالد. ان يلا الناس كامله تصنت الكلام، ويلا الناس كامله تتابعوا، لانه الحقيقه يغوص في اسر من الامور اللي فاصلين في نغاص نغاص فيهم. فيه ماني مقاطعك، فيه سؤال هون، قال حد شن هي، قال حد عن فم صفات مشتركه بيني انا وانت، ان شاء الله تعود صفات مطابقه بعد. على كل حال ما فت وضاحت لي خلاص، تحاسبي تقولها لهم شنو الصفات المشتركه بيني انا وخالد لاردين. لا لاحساس بثقل الاسره في موريتانيا. ابدي ابدي ماني معاك فيها، هذيك ماني معاك فيها. هي صيبه ماني معاك فيها، لا انت وحدك. ناس كبار الناس هنا هون، بعض التعاليق متهمتك عنك متبعرس، وعنك لا 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 مع كامل الاحترام لك، عنك لا جيك جيك البوب لك شو تقول؟ سؤال ما وجيب، سؤال ما وجيب، امورك الاموليه طرحوا حد ما هو خالد. خالد دبرهم ماله. ناس كبار الناس، ناس كيشي متفهم تكون عدة اتهامات عنك، عنك عندك عندك هذا عندك تبع ريصة فما هي نعم نهائيا من درا، وعنك تتلذذ بالقلقنا اللي تقوله على رجاج مثلا يعود تلذذ بالقلقنا. شو تقول فيه؟ طوال اللي عن تلذذ يعني بلغنا، لا كيف تلذذ خالد بالبثوث المباشره؟ اي حد اي حد عنده هدف والله، عنده مثلا مهنه واحد فيها لا يعود يتلذذ بها والله منها. هاي الاسئله قلت لك بيني ما نجاوبها، هذا لا هم اللي طارحينها، هذا النوع من الاسئله حد طرحه يخلي حد ما يفطن له. طرحونا اسئله، هي اسئله غير مطابقه، شاكرين ناس كبار على روح رياضية غير ملي خرسونا اسئله مطابقه، لا تزوقوا علينا الضيف. اسئله تعود على المستوى اسئله الضيف عايد الحمد لله مكان ولا نختار شو شو عليه. هو صرت مولي ما كيف الاسر، وراني محييها من المنبر ومصاب الموريتانيات كامله تعادوا ماشيين مشي، ومرحبا بها وخيرت، وطالبين لكن توفيق لجميع المسلمين ان شاء الله. المهم راني مواصل معاكم، خرصوا الاسئله اللي تبقوا تطرحوا على الناس الكبار، وراني لاهين نقراهم انا عليه ويدوروا يجاوبكم عليه ان شاء الله. والناس الكبار كما تعرفوا عنده عده اهتمامات، ومن بين اهتماماته لقنا، ولقنا اللي فهم جانب منه مركز فيه على النساء، والله زاد على القزل بالنساء، وهذا تعرفوا المقنيين كاملين كلهم عنده جانب من لقنا، وهو قوال لقنا القزل هذا، وراه قلنا القزل اللي يحكي راه لا تفهموا غلط، راه عيد تسمعوا منه هونشي، راه تحت الطلب كي مثلا يجي امراه ما يعرفوا لا تعرفوا تقولوا عنه يقول عليه شم لقنا، يقولوا يقدر يقولوا لا تحت الطلب مثلا اي قد يجي انا قد يجي اي حد، لكن نوع من لقنا قال له قنا تحت الطلب راك توضح لهم شو هذا اللي قال لكم خالد على الصيف تذي، وندور ان شاء الله ونعطيكم منه تجربه الصبح. اعطيكم منه مثال الصبح. المهم معنا خالد طلع عملتيها لاحمد دول لبنو راجل من تندغه، اي نحكيها عليكم، طلعنا فيها نصيحه بما انها تماشي والله تساير زاد سير المرشد الاجتماعي خالد خوماني، حتى هي مولي في يسر من الارشاد يقول ما صالح شي دون زقال، كل جماعة جربناها ما تبغي ما هو حد قبال يزقل شي في الدهر معاها،
التجوال التخمام في الأعوام ما رأيناه يقدم الخيام، تقديمة الخيام بالكلام دون زقال أحقرناها، وكلام يدل على تقدام واحد وما وشي معناها ما صالح شي دون زقال، كل جماعة جربناها ما تبغي ما وحد قبال يزقل شي في الدهر معاها. ولا بد من آدم قام وعاد فاره ومحصل من المراد، وتمابي الأجواد عم عطبيل فراها، مرة يدعها كعناد حد بشوفه يدعها، ومرة يقصد زاد التحياد عن المسيد بحال راها وتكوري راها في أجواد، يسوى شين هي يستوفاها وزاق الخلاه، وإذا قاد يدرك في الناس ويخفاها، مان الله مولانا ما راد عنه يخفاها، مكساها مصالح شي دون زقال، كل جماعة جربناها ما تبغي ما وحد قبال يزقل شي في الدهر معاها. ولا بد من آدم جا قوال الجماعة ويعود المشال من عند الراس أصلا دخال، والبلاغة يستقصاها مولا فراها، واحتيال والدراهم يستبقاها، جاب كلامه دون زقال، والفض كلمة وسمعناها وتلبناها بلسان الحال، وإحنا دخلي حمقناها وشك إنه عدل تعدال دون زقال المال. آها ما صالح شي دون زقال، كل جماعة جربناها ما تبغي ما وحد قبال يزقل شي في الدهر معاها. ولعاد من آدم بوه كريم، والله قط الشيخ فقليم، والله مولى علم وحكيم، وهو حرفة بوه إجلاها ما غاديلو فيها وقشيم، ما هي مسلة علم وعاها ما هم المر ولئيم، وبات ياسر مزاها ما تلغلظ مع كبر الخيم، وهو ذيك رجل جولاها ما مفقد ماله قديم فهله، ولا في الناس وراها ويشك إن العظم الرميم يغلب أغلاها، مكساها مصالح شي دون زقال، كل جماعة جربناها ما تبغي ما وحد قبال يزقل شي في الدهر معاها. والبخل اللي يتواسى في الشان الطاعة من خوف السبحان، ولا قط سمعت في عد أركان الدين البخل ومبناها، والآية جانا في القرآن محكم نصوص وقراها، البذل والإيمان والإحسان سيمة للمصطفى طاها، وهذا بعد ضريك التفنان والطلعة قاع، ومشاها مصالح شدون زقال، كل جماعة جربناها ما تبغي ما واحد قبال يزقل شي في الدهر معها. هذه طلعة زينة كانت من الناس الكبار شاكرين عليها، مواصلين مع الحلقة. بداية البرنامج طرحنا عليه سؤال في أخبار كثرة الطلاق في موريتانيا، كانوا من المرأة والله من راشد، وتعرفوا ذاك باطل قال عنهم عنه ناصف العلاقات، عنهم دائما يقبوا نظرية عن راشد سابق يعود معهم عنه بطرون بهم مظهره، وعن يعود مظهر دائما مؤسس على الكذب كي وتت والما يوت والباسم والباسم، وعنه إذا فضر عليه عن أي شاب بارك ما مزوج فضر عليه يعود يمشي يسدر ويلود الوتات. شن هنا نظرية ناس الكبار عن التسدر للناس ما هي مزوجة كانوا عادي عندك، والله شو تقول فيه كشاب موريتاني وتعرف عنه ياسر، وعن الشباب اللي عازف ياسر منه عن زواج قد عود ما بيقعد كرهه قد عود إمكانيات ما ياسر من درنت. شن هو نوجة نظرك في الخلق اللي يلبس لبسه ما يلبس ووته ما يوته يمشي تم يكذب على منات الناس فيهم قاع شي يمشيني يا أخي خططبهم قاع من الكذب؟ مرحبا وسلم. أنا ظهر لي عند المسألة من هنا تياه تخص العليات، المرأة هي اللي يا الله اللي جاها راجل أولا قاع ما يا الله مرأة الحقيقة تلحق من زرق نفسها اللي تنجبر في الشارع، والله تمشي في الشارع حد يجبرني عند أهلي، وإلى جاني وأخلى من عندهم نمشي به شهر أهلي لعدها مش على بابه، في حالة أني مشيت معهم ولي عاد لا بد من نمشي معاه، والله يا الله راجل جاني خرص وسابق يدخل معايا المداخل الخاصة خلاص منه شنو نعلين جاي ينفوت نعرف يمه ونعرف مستواه ونعرف بالمنبع ومصدره، يكسى نشد معاه الأخبار والله ما نشدها. قضية تصدار الله أعلم أنا تصدار توحل فيها لا الناس اللي هو تصدار يلوح فيه استحفي يلوح فيه فروغ الشغل قال ترقاج تم يدير في بالسوايع تصدار مطالعة الله قراية والله مراسل تحدي ينفع والله مجلسه وما في أي قيمة. يا المرأة الموريتانية روالك الرجل الموريتاني يجيك لابس دراعة جديدة وتزينة اللي الكذب والخداع والنفاق، لا تقبل راجل يدخل عليك ولا عليه لك، ما هو راجل ينفع راجل اللي يعرف لك شيء ويعرف شيء له لك ويعرف لكم أولا كرامتكم سابق كل شيء معين على الفضل قدركم تقديركم ويعطيكم حقكم ويتم كبركم ودائركم على رأسه وتوف وتصدار ظهر لي عنه. بالنسبة لي أنا شخصيا تصدار ظهر لي أنه يحل فيه لا حد، دائما الإنسان ناقص تم دائما يلود شيء تمن به نقص سدار ناقصي خ
خالق واحد هون زعيم الرقاط طاعة ينقال فاني فليكس ريم فان فليكس هذيك هيك هي طلعت ولا شي ماذاك تطلع لك تطرح تساؤلات انا بحيينا كاملين من درا طرحت تساؤلات هنا حرش شوي لك ما هو بيننا. السلام عليكم. اي طول الى محمد خونا مشي عنا فان فليكس هذا لكن نوع من السؤال ما نجاوبه يا غير بعد المناسبة اللي نحكي طلع هون احمد السالم ولد الداهي بدو السالم يقول عندك ينبوجة حب عرف ما هو زاحل ورفوض طرف ما هو زاحل وكحال طرف ما هو زاحل ينبوجة عرفك في الناس عاد عرفوا الناس اللي مبجوجة شورك والخلق عليك طب وانت هي يا جوجة وما جوجة ده ما عقب يا جوجة وما جوجة الناس الكبار شو مواسي عندك توجه يعني كمرشد اجتماعي وذي النصائح اللي نقدم من دراية كانك حسيت تعنك استفدت منها وعت رقاج موثوق اني عدت اسمعها وعت عدت مثلا قيل تعنك عدت اشبه عنك شمل اوقات اني تسمعها تستفاد وتعاونه الحقيقة هذا السؤال هون هذا السؤال على الخبير به سقطت الحقيقة عن استفدت ياسر تبارك الله من بثوث خالد خوماني الاجتماعية واللي ينصح فيها يوسر من النصائح المهمة للأسرة حقيقة عني سابقه ما كنت نعرف شنه معنى تقويم الأسرة ولا كنت نعرف شنه معنى عن الراجل يعود معاه امرأة قائمة عليها ولا كنت نعرف شنه معنى عن يعود راجل محافظ على أسرة وماشي بها القدام وواقف فيها لا متابعتي لبثوث خالد خوماني تصنات كلامه تبارك الله استفدت كثير وداعيكم انتم كاملين لتصنات له وفهم يعني العبارات اللي يقول وتتفهموا الهدف اللي يسعى له المرشد الاجتماعي خالد خوماني رانا مشرف هنا مثل المنبر متابعة الناس الكبار واستفادتهم من نصائحنا القيمة اللي نوجهه للشعب الموريتاني والشباب الموريتاني وهذا مثل المنبر هذا اللي الشهادة اللي شهدري بها الناس الكبار راه يزيد المعنويات اللي عندي الحمد لله ولي تعود دافع لي عني نواصل إن شاء الله في الطريق الماشي عليه وعني نحاول عني يزيد فيها إن شاء الله وتعود مثلا نقول أنا عنها رواية مقدمتني خطوة لقدام عني نواصل في الطريق والتشجيع لي باط زين عندي وما خاسر ليش الناس الكبار يلاون إلى خير شفت عن الشباب عاد أكثر إقبالها على الاستصدار وقال عزوزوفها عن الزواج لماذا قينت عنهم علاش عود يختيروا ياسر منهم يبقي تم يصدر عن يعود رافد المسؤولية من دراي كانوا تهرب المسؤولية من دراي كانوا أسباب مادية من دراي كانوا مرض نفسي لماذا مرحبا وإذن أنا ظهر لي عن تفضيل الشباب للتصدار على الزواج لا كيف تفضيل حد يفضل تكبيطة تحزن فيها على درع عزينه وكيف حد يفضل كاس من التاي على قاز عن كاس من التاي على جمر وكيف حد يفضل قاعدة في مطعم قايم فيه العياط وصندوشاي عن قاعدة على راس زيرو وعمارة كاس من التاي وشي ذي مهاد تصدر الحقيقة قلت لك بيلاتياها انه نقص يعود في الشباب نقص ثقة لكن نقص باسم حالي قلت حد يتقلب عليه حسب وجهة نظرك حسب وجهة نظري ظهر لي عن مين نعتبره مثلا لا أضرب مثال عني أنا والله أنت فينا واحد في ذا النقص باسم حالي لي تقلب عليه حسب وجهة نظرك واضح حسب وجهة نظري ظهر لي عن الإنسان في أي شيء في حياته ما يقد يمشي في المسار الصحيح ما هو لا تذكر عنه هو عنده فترة من العمر والله من الزمن عاطيه في الدنيا وانه ماشي ولا ظهر لي عن خالق رقاش بعقله اللي يقعد مع راسه ويتخمم انه هو جلد الدنيا فاتي لين جاها ما يعرف يمشي منها كيف ما جاها اثقل اللي خالق رقاش يجي للدنيا ويمرقها ما علم بيه حد ولا خلى اي شيء يسوى شنو
لا ينذكر به إلى مات الصبح. أنا إذا تميت لا ماشي سدار ماشي سدار لي تفرغ الحياة. شفت هذه دقيقة وهذه ساعة وهذا يوم وهذه ليلة، هذا ماري من عمرك، يعني ماري من زين ذاتك ينقص، ماري من قوتك تنقص، ماري من عقلك ينقص، يالتك تخمم منك، يالتك تحاول تخلي بصمة في الحياة. إذا ما قدرت تخليها مثلا كرواية استفاد من المسلمين على الأقل تخليها كإنسان، تخلي إنسان ولد صالح يدعو لك بالخير، أبناء تملك ذكرك واحد يدعي لك الله، إذا شافهم حد يدعي لك الله، بنات تخلي أثر طيب في الحياة. أنا ما حياتك تفرغ بالتسدار والرفود ذيك وتروح ذيك والمشي له والمشي له والمشي له الصبح والله النهار الآخر تلحق 50 سنة 60 سنة ده، وأنت إلا مشيت قاعد تلفت حد ما راكب معك حد بيقدر يعطيك هيل ومكيمش ومشيب، وإذا ركب معك حد إلا ليلة عاد عندك شريه يقبضوا منك وقيات يقول هذا لك هيل ضال الشهادة بعد لا يلي تجبر، بل أنك خير لك تهنى وتستقام وتثبت وزالت فيك بقية وتطلب مدان العافية وتواصلي كانك تنجح في شيء يسوى شنو في حياتك، يسوى في مجال العمل ويسوى في مجال الأسرة ويسوى في مجال المجتمع. أو ظهر لي عن إنسان ما رد النظر لسبب وجوده وأنه ماشي، ما ظهر لي أنه قد استقام في الحياة، لأنه حقيقة تعود حياته بهلوانية، ما هو طارح لخلق شيء، ما سعى عن الحياة لا يتم يرقد ويوعى ويوكل قيس ذاك وقيس ذيك، والحياة ماشي هكذا يا غرمان الله، الحياة تقصف من ذاك. ولذلك حد إذا ما وجد عليه خرصوا ينهارات نين تلاوي انتشروا الصور القديمة كلكم ينشر صورته من 2014 ذوال، وذا كان شخص وعاد شخص آخر، يعني تغير تماما وظرك من يعدل حد صورة ظرك ويخرصها 2030 من أظهرها مع صورته 2030 ذوال وبينهم ياسر أولا كنت زين كنت عاقل وكنت يوقي بيك طاقات يا عدت لعت واحد في المعاصي واحد في الخزوع التكالة تقل أخلاق وتدق في العين لا يلوح فيك شيء. الناس كبار فيه مقولة حكما ماشي عليها ياسر من الناس يقول عن الجمال عند رجالة موريتان والله نظرتهم للمرأة عنه جمال تق تق تقليدي كي زمن الأول كانت لما المرأة يحوزوا عليها يعدلوا لها عمليين قال لها تبلاح يبلحوها ياك يكبر جسمها تكبر جفتها مثلا ياك تعود مثلا قايلهم عن هني تعود شفتها كبيرة عن هلي تعود أكثر وفرص عنها تتزوج بالعجلة وخالق إذا الزمن ذهو فيه بعض الرجال يقد عودوا ما زالت عندهم أن نظرة كي واحدة لا يتماشي مع بدية يجبر مرأة شفتها زينة ما يحان يعود يعرف أخلاقه يقوم دافع شورها لنهار ما قد يقول عنه لا يعود معها. من رأيك كان هذا النوع من الزواج اللي مبني على الشكل يكانوا قيرت عنه قد عود ينجح ويكانوا فكر القديم ما زال قد يشتقلر في الدهر اللي نحن فيه. مرحبا استاذ، انا ظاهر لي عن دبلوح، احنا هنا موريتانيا ما انا فرنسا، العاد النصارى يبغون عليها ترقيقات يمكن لكم لا على وجهه نظري، ما ظاهر لي عن موريتانيا يبغون، والله لي عن موريتانيا تفتالي من الدنيا ما ابغاهم موريتانيا مصحصح، لان وان كان دبلوح يوسر منه كان يعدل ما ويا الله حقيقة الحق المرأة مرحلة تعود قاع ما تعرف أسلوب التعامل معها وهي من راسها مسكينة ماذا تعرف أسلوب التعامل مع راسها يا غير اللهم الوسط خير الأمور وسطها. معناها عن المرأة الموريتانية يا الله يقولوا أصلا البيضان عنها تقبض من الأخلاق قد اللي تقبض من الفراش يا غير مشكلة قاع كان عاد قابض من الفراش يوسر الأخلاق ما يقابلها ماشي دي مشكلة. على كل حال لا اللهم الوسط ما هو ذاك المتين ولا هو ذاك مولي الحقيقة ذاك اللي يدق في العين المتين حتى قال قام السلام مولي قبلت يا سيد ما قلتها لكم عامل أساسي في ذلك قالوا تسدار الشباب وقلت زواج وذلك قالوا ذلك قالوا غلاء المهور عنك عتجي المرأة
يتخيم معاها وجاي حق عندك والدور الزواج والدور تكون أسرة، تقول لك آه أنا لابد أشتري لي دار، أنا لابد أتفرش لي دار أرقى فراش، أنا لابد أشتري لي وتر، أنا لابد أشتري تلفون من آخر صيحة من آيفون، تشرط عليك شي من الشروط يمو، هذا ما هو صالح. المرأة يا الله تنجب الراجل دور الحلال، راضية نسبه، راضية أخلاقه، راضية دينه، تعدل معاه الحلال والمال فليت. غضوفية المرأة ورزق الله تبارك وتعالى اللي يعطيكم، ذولا توم عدلين بذاك الهامكم منين تسقموا لازم تشوف الطريق الصحيح، ومنين تلاقي تشرط عليه شروطك يا إما يعود ما عنده باش يعدلها، يا إما يقول لك عنه لا يعدلها بيلي ما وحاصر معك وما عنده باش يعدلها يمشي ويعود معك ويعدل منك يعود كيف زواج متعوته، من تلاقي تلحي عليه في الدين اللي شرطت عليه أصلا يفتصل معك، تصبحي أنت فيك غمزة يا بنادم ما يشد أحد ويدس معها، أما تصبح العينين كاملة مراقبتك أنت مشكلتك شنو، أنت ما عندك مشكلة غير بيك عزت الفضاء، بيك عزت أنك العجلة على الغناء تودي الفقر، العجلة على الغناء تودي الفقر. مرحبا بك لهين نخ 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 ختمو فاني فيك شريم قالت لك انت متخيم هم همك ما تكري دار لو التالي لك فاني فيك أما عنه ما يزقرش مرحبا بيك فان فيكس. لا لا ذاك ما قلته أنا حامد المولانا ذاك اللي يالله نعدل ولي لاحقة طاقتي معدل وشي ما لاحقة طاقتي قاعمة هم ديور مني الحمد لله وأنا مولي ما عندي لش أنا ما همني عن ما قايل عنهم ما يكروا لهم الديار ما يعدلوا لهم غير كل حد على طاقته. أنت شدك راجل فقير تعرف أنت إنه فقير لا تقولي له اشتري لي وتا لا تقولي له اشتري لي تريز برومارك ب 600,000 هو يخلص 60,000 للشهر لا تقولي له فراش لي فراش مليون هو يخلص 30,000 انا نخلص 60,000 فوقيه لا ينكري لك دار ب 30,000 فوقيه لا ينفراش لك فراش طبيات عادين عليهم وسايد اقبل مني هذا اللي يزيد الله فضل امه اللي نزيدك بذاك امورك عندك كامل انا ذا اللي فيدي داير لك اللي انت راني لين نرجع لكم الموضوع لقنا تحت 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 تحت, تحت, تحت الطلب منكم كامل يدور قاف ولا طلعته خاصة به هو يقرب شرط يعود طالب هل هو مباشرة ترى وقد يعد عدنها ما عنده مشكلة لأن هذا النوع يدخلوه في مجال لقنا تحت الطلب كما تعرفوا عليه عدوا الأصدقاء وما عارفوا شو كيف ما لحقنا شو كبار لقنا تحت الطلب لغنا تحت الطلب خالق وذا الزمن قاعد عادي ياسر حتى على كل حال لغنا تحت الطلب لا كيف لا كيف خالق يؤثر من الأمور الحياة اليومية تحت الطلب ذي القنوات ذي الحلقات اللي تعدل يؤثر منها تحت الطلب وذي البثوث المباشرة يؤثر منها تحت الطلب فتحت مو معدلة مقتنع يؤثر منها لا واحد معدل حلقة وقاعد يقول التلفزة عي طولي قلت له أني ما ينصايبها ما يحق وهو يعود له أربعة شهر ويروغ التلفزة يعدل مع حلقة والله يروغ صحافي يعدل مع حلقة يدرك فني فيكس أنا دور طلع قول له أنا تقيس محمد خونا راهو عنده طلع أعطيك واحدة منهم شعر بطاس راني محيي من ذا المنبر ومحيي العربي والملايزين ومحيي فان فيليكس محيي الشباب كاملين تحية خاصة ومحيي مولي الشيخ بسطامي والتاتا وأنا قال لكم أنه صالح وأنه يزبي وأنه بكراماته عادوا الكرامات مازالوا خالقي وتوف ده هنا احكي لكم طلع احكي لكم قاعد مناش هاك عايدي مقدي حدانا شو من الهول هون الاغنى اللي نحكي عليها انا ما نعرفه يقدر نحكي عليها الاغنى جين كات حد مولي عود يرقص معاه انا ما من اهل الرقص همال شي بنم سلاوي تبا قد ترقصت خالد هلا يا تمس صغير واضينا مازالوا لنا 10 دقائق لين نختتم بالاسئله على لين طرح يصير والله يسول سول ما عندك مشكله انقلب السحر على الساحر ما عندك مشكله من درا خالد انت ايش مستفاد من ذي البثوث المباشره اللي تعدل من درا كانك تحس انك حققت فيها شيء تحققت فيها يعني الهدف الاسماء اللي عندك كانوا تحقق والله حاسس انه في الطريق ومن درا شنو هي مثلا
السلبيات اللي جابر في الطريق اللي ماشي فيها، وشنو الايجابيات اللي جابر فيها؟ مرحبا بك وخيرة الناس الكبار. اللي تقول انا الطريقه اللي قابل بون نجبر واحدين يقولوا عني قانعهم وعنهم مستفادين من النصايح اللي نقدم، وعنهم شافوا فيهم ياسر من الحق. نجبر واحدين اخرين يقولوا عني ماني واحد في سبه واحده، وعني الواحد فيه يحلو فيه الناس الفويسده اللي بلا عقل. هي كيف ما تعرف الناس ما يتجتمع كامله على جهه واحده، القران هون مخرص قناعتي انا، ذا اللي قانعني انا هو اللي واحل فيه وهو اللي ماشي عليه. هي كان الناس استفادت كامله، متمني عنها تعود مستفاده كامله وتعود جابران تشتهي. وشني فائده البثوث ما عندي انا؟ ما عندهم اي فائده، لا لاني توف نعود اقرب من اصدقائي. نعود مثلا كيف ماني مجمع معكم انتم، نعود مجمع معهم على بث مباشر، نقدم لهم فيه نصائح. يقدوا عودوا والله تجارب قطوا طاحوا فيهم واحدين، نقولهم لهم ويعسهم من يطيحوا في ذاك طاحوا فيه ذوك الناس. وتشوف لا ما في اي فائده. سلبيات فهم السلبيات كما قلت لك، بين ناس عيال طلعوا لوحدين يزلقوا فيه يقولوا لي اني ماني واحد في شيء، يقول لي كلام الاساءات. يا غير ذاك اللي متقبل الفكره ماشي معاه في وجهه نظره، وذاك ما متقبل هم اللي ماشي معاه في وجهه نظره. ونعرف عن كله عنده توجه وعنده نظره دقت تعود مختلفه عني انا. وسنه الحياه قاع الاختلاف قاع من سنه الحياه بين احنا البشر من راسه كلهم مختلف عن الثاني. وكلاعات افكارهم اللي كلها عنده فكره ما عند الثاني، والله قناعة ما عنده لا رواية عادية. يا مرحبا وسهلا، الله يختتم معاكم كيف شي الوقت ضاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم، حيي أستاذ خالد الخوماني، حيي تحية خاصة، حيي حتى و لين وادعكم باش قاع لين وادعكم ب تقول لهذه الاتهامات اللي وجهوا لك الناس؟ اتهامات؟ اتهامات متعالقون، حرشين معك، عنك عين الطايره. عادي عادي، انا تبارك الله. عندك نظره مختلفه للمراه الموريتانيه. انا تبارك الله اللي نقول لك مساله، شترين قالوا لي ساء. عنك متبعرس. والله والله، شترين قالوا لي ساء، انا ما يحرك مني شيء نهائيا، خاصه حد متجهني انا بها شخصيا. ما تقلع لي ولا تفقع عني ولا نجاوبه. لا كيفتك انا دائما يطلعوا ولا نجاوبه. وحد هو اللي قال هذا سامح له. اقول ما في علم الله تعالى. تعرفني انا شو ماسي انا عندك مثلا تطفل زين. ما هي طايره معنا الله تبارك الله. ياك مالك مشقل ايش طيار العين طاعريس. قلت عني ملتزم وعني العليات ما عندي بهم مره رابط. انت ملتزم غير تبغي العليات عادي. عادي ترى انت ما تبغي الواقع لك. لا الحلال الحلال الواقع لك. اوكي ما تقول عن الواقع لي ياك ماني معك في ناس كبار ياك ماني ملتزم خالد والله لو اخيرت بي وني بي راجل متعدل والحقيقه ارياحي هو من راسه واي نجبره تمام ولا نجبره غير ملي ما يعم بس. يا مرحبا بك والله لو اخيرت بخالد واخيرت بكم انتم. خالد راجل علي، خالد راجل علي وراجل مطابق والنبي الله يحفظكم سلامتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا، رانا شاكرين الضيف الكريم الناس الكبار، وشاكرينكم انتم متابعين على حسن المتابعه، والى ان يضمنا واياكم لقاء اخر لنختم بالصلاه على من بعث رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ودعتكم مولانا، وفقنا الله واياكم ما يحب ويرضى. مرحبا بكم.